زي الفل ماتت، راحت تشجع النادي بتاعها بكل ادب بكل احترام، اتعمل لهم كمين مجزره ولغايه وقتنا هذا ما خدوش حقهم في اي حاجه. Oh!
عنهم عافهم واعف عنهم جافر أرض عن جنوبهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. لينا هي برضو الثانوية احنا مأجلينها لبعد 9/3 يعني احنا كلنا مش عايزين اي حاجة غير القسم. ثانوية ولادنا احنا هنعملها او هنعمل حفل تقبيل لولادنا بعد يوم 9/3 ان شاء الله كلنا مع بعضنا. عندي تفاؤل 50% وخوف جدا 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 50% يعني من هنا لتسعة تلاتة برضو وقت كبير جدا زي ما كان 26/1 ابتدت اقاويل واشاعات والكلام ده قبل 26/1 وقبل الحكم برضو من هنا لتسعة تلاتة انا برضو حاسة ان هيبقى في كلام ومين مات في الاحكام ومين مش عارف اتشنق ومين سموه ومين عملوه ربنا يستر. الطعن المقدم من النيابة العامة قبول الطعن شكلي وفي الموضوع بنقض الحكم المقروني فيه والإعادة. وشهرته عظيمة محمود علي عبد الرحمن صالح.